صفصف نهار القاهرة. مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بك زميلتي سارة. مرحبا بك عمرو، وأهلا بحضرتك مشاهدينا الكرام. والبداية إلى تفاصيل الأخبار. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول، بهدف تعزيز قدرة هذا المجال الاستثماري المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. على جانب آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه برئيس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروع الزراعي العملاق الدلتا الجديدة لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة معدلات التنمية الآخذة في التوسع بالمنطقة. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أشار شكري إلى أن ما يصدر من مجلس الأمن له صفة إلزامية تقضي بأن تنخرط الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات تصل إلى اتفاق ينهي تلك الأزمة. في شأن آخر، أكد شكري أن مصر تأمل في إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية من خلال التوافق على أهمية تحقيق هذا الهدف سعيا للاستقرار والسلام. وفي الشأن الليبي، أكد شكري دعم مصر لخريطة الطريق التي توافق حولها الأشقاء في ليبيا من إجراء للانتخابات وتشكيل لحكومة منتخبة وعمل لمؤسسات دولة، وكذلك للحفاظ على استقرار وأمن ليبيا. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وأدت إلى استشهاد 5 فلسطينيين، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الفلسطينيين 5 كانوا قد استشهدوا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذها حملة مداهمات واعتقالات واسعة النطاق في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أكد حرصه على إتمام الانتقال وإجراء الانتخابات بموعدها، مشددا على أن القوات المسلحة ستعود لسكناتها بعد تلك الانتخابات. وفي كلمة له بالخرطوم، وصف البرهان القوات السودانية بأنها مؤسسة وطنية راسخة، كاشفا عن نجاح تلك القوات في صد محاولة فاشلة للقوات الإثيوبية للتوغل داخل السودان. وقال البرهان إنه سيتم الكشف عن انتماءات منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة التي قد نفذتها في الأسبوع الماضي، متعهدا بإصلاح المؤسسة العسكرية وإنجاز التحول الديمقراطي المنشود. في اليمن، قتل 50 فردا على الأقل من القوات المولية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، وذلك في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية. وأوضحت مصادر عسكرية يمنية أن 43 حوثيا قتلوا خلال الساعات 48 الماضية، أغلبهم في قصف جوي للتحالف في مناطق مختلفة من مأرب. كما أشارت المصادر إلى مقتل 7 عناصر من القوات الموالية للحكومة في جبهة جنوب مأرب. ونتحول إلى العراق، إذ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي انطلاق عملية أمنية نوعية لملاحقة العناصر الإرهابية في محافظة ديالى. وذكرت الخلية في بيان لها أن العملية الأمنية تهدف إلى تطهير منابع الإرهاب وتدمير الأوكار وإلقاء القبض على المطلوبين أمنيا. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الألمان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي يتنافس فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل التي ستنسحب من الحياة السياسية بعد 16 عاما في الحكم. كما من المتوقع تسجيل رقم قياسي جديد للتصويت عبر البريد في الانتخابات بسبب جائحة كورونا، فيما تشير آخر استطلاعات للرأي إلى تقدم الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة وزير المالية أولاف شولتز
بفارق طفيف على المحافظين بزعامة أرمين لاشيت. وعقب صدور نتائج الانتخابات مساء اليوم سيتعين إجراء مفاوضات مطولة بين الأحزاب خلال الأشهر المقبلة لتشكيل الائتلاف الذي سيحكم البلاد. أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت لأكثر من 231 مليونا و525 ألف حالة، بينما بلغت إجمالي الوفيات 4,742,000 ألفا. هذا ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة الدول الأعلى في الإصابة بالفيروس، ومن جانبها حذرت حاكمة ولاية نيويورك من أنها قد تضطر لإعلان حالة الطوارئ حال حدوث عجز في أعداد موظفي القطاع الصحي بسبب بدء تنفيذ قرار إلزامي لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا غدا. أبدى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا تفاؤله بشأن إمكانية رفع حالة الطوارئ في بلاده المفروضة بسبب جائحة كورونا نهاية الشهر، مؤكدا أن وضع كوفيد-19 في البلاد بات يتحسن. وقال سوغا إن الوضع في اليابان أصبح أفضل، مشيرا إلى أن عدد الحالات الجديدة انخفض إلى حوالي 3,000 حالة في اليوم من حوالي 25,000 حالة فيما مضى. من جانبه رجح وزير الصحة الياباني انتهاء حالة الطوارئ الخميس القادم. وبالتزامن قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بوك يوم قال إن بلاده ستظل قادرة على تنفيذ خططها للعودة إلى الحياة الطبيعية على مراحل وبدءا من أواخر أكتوبر المقبل، وذلك رغم الزيادة الأخيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. وأوضح كيم أن البلاد تسعى إلى تعجيل العودة إلى الحياة الطبيعية مع تقدم حملة التطعيم، مشيرا إلى أنه بحلول أواخر الشهر المقبل سيكون 70% من المواطنين قد حصلوا على التطعيم الكامل. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهى فترته القصيرة في العزلة الذاتية. كان بوتين قد أعلن في وقت سابق أنه سيضطر إلى قضاء عدة أيام في عزلة ذاتية بعد أن أصيب العشرات من الأشخاص المرافقين له بكوفيد-19، كما اضطر إلى إلغاء رحلته إلى طاجيكستان لحضور قمة أمنية. وفي الداخل تتواصل فعاليات مبادرة معا نطمئن سجل الآن بمحافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين لتلقي لقاحات فيروس كورونا في نفس اليوم. كانت وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 667 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة، كما أعلنت وزارة الصحة خروج 789 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 254,060 متعافيا. قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن معدل إنتاج صناعات البتروكيمياويات سجل ما يزيد عن 4 ملايين طن خلال العام الماضي، وذلك كإحدى ثمار برنامج تحديث استراتيجية صناعة البتروكيمياويات. جاء ذلك خلال ترأسه لأعمال الجمعية العامة لاعتماد نتائج أعمال الشركة المصرية القابضة للبتروكيميائيات عن العام المالي 2020-2021. وأفاد الوزير أن كل مؤشرات نتائج أعمال العام المالي الماضي شهدت زيادة في الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية في عدد من المشروعات كمجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيمياويات ومجمع العلمين وغيرها. وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه جار دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطط القومية المحدثة للبتروكيمياويات 2020-2035، ومنها إنتاج البلاستيك الحيوي القابل للتحلل ومشروع إنتاج النافتة الخضراء من زيت الطحالب. استعدادا للعام الدراسي الجديد، قررت الشركة القومية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق زيادة عدد القطارات والرحلات على مدار اليوم. على شبابيك تذاكر نتابع. مع اقتراب العام الدراسي الجديد، قامت وزارة النقل باتخاذ عدد من الإجراءات لمنع الزحام الذي قد ينتج عنه الإصابة بفيروس كورونا. احنا عندنا ذروتين، ذروة صباحية
اثناء ذهاب الطلبه للمدارس وذروه مسائيه اثناء عوده الطلبه للمدارس. اثناء الذروه الصباحيه او الذروه المسائيه بيتم الدفع بقطارات اضافيه فارغه من الركاب تماما في المحطات اللي فيها زحام لامتصاص الزحام من المحطات. ولو في زياده في المحط باقي المحطات بيتم الدفع برضك برحلات جديده زياده. يتم تشغيل مكاتب الاشتراكات اللي هو السيستم بتاع السيستم الخاص باشتراكات الطلبه يوم 2 اكتوبر المقبل ان شاء الله اللي هو يوم الجمعه لاستخراج الاشتراك. طبعا ما فيش اي تعديل في اسعار الاشتراكات الطلبه، اسعار اشتراكات الطلبه زي ما هي، الاشتراك مدعم بنسبه 98%. الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق اكدت التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالنظافة والتطهير. ما فيش أي مكان في المحطة سواء مكاتب تذاكر أو مكاتب ناظم أو أي مكاتب ما بتترشش، كل ساعة لازم تترش وتتطهر. القطارات دي بتتطهر أول ما يدخل المحطة الانتهائية سواء المرج أو حلوان، لازم قبل ما الركاب تركبه تاني يترش ويتطهر. بالنسبة للتذاكر كمان عاملين عشان الركاب ما تتكدش على بعض في محفظة تذاكر عاملينها بحيث إن الراكب ما يوقفش على الشباك. المحفظة دي بتتشحن كويس بحيث ان يكون فيها عدد من التذاكر يركب بها غير التذكرة العادية. ويرى المواطنون في المترو وسيلة مهمة للمواصلات مشيدين بالإجراءات المتخذة. هو المترو من أسرع الوسائل النهاردة والإجراءات الموجودة كافية جدا، يعني أسرع وسيلة بركب فيها وأنضف حاجة. يعني المترو بصفة عامة ما فيش استغناء عنه يعني كحاجة أساسية في القاهرة عامة يعني. ونشرت إدارة المترو ملصقات داخل القطارات والمحطات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور المواطن بأعراض محتملة لفيروس كورونا المستجد. إجراءات موسعة لتخفيف الزحام تتخذها إدارة المترو قبل انطلاق العام الدراسي الجديد بالتزامن مع عمليات تطهير شاملة ومركزة في المحطات والقطارات منع الانتشار فيروس كورونا حرصا على حياة المواطنين. من محطة مترو الشهداء محمود العزالي، التلفزيون المصري. اختتمت فعالية مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية وملتقى الأديان على مسرح بئر يوسف بالقلعة. جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة وحضور جماهيري كبير، فضلا عن حضور سفراء وممثلي بعض الدول وشخصيات العامة. نتابع. مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب. على مسرح بئر يوسف بالقلعة ووسط حضور جماهيري كبير أزدل الستار عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية والذي يهدف إلى نشر ثقافة السلام من مصر إلى العالم ويؤكد على جوهر الأديان والمحبة والتسامح إلى كل الشعوب. وقد تم اختيار الأردن ضيف شرف المهرجان. فعاليات هذا المهرجان كلها بمثابة رسائل مهمة جدا اللي هي رسالة سلام إلى العالم من أرض مصر المباركة الجميلة ومن أرض مصر التاريخية والأثرية، اللي هو التأكيد على حوار الأديان، المحبة والتسامح والسلام وجوهر والتأكيد على معاني جوهر الأديان، وأيضا التواصل الإنساني بين الشعوب والحوار بين الثقافات المختلفة. كل دي رسائل، احنا ما بنعملش مهرجان بمعنى المهرجان. المهرجان كرم رموزا لإبداعها في مجال الإنشاد منهم القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع وجمعية النور والأمل، كما اختار المهرجان الموسيقار العالمي بيتهوفن شخصية المهرجان لهذا العام. وقد أشاد الجمهور بهذه الدورة الاستثنائية والتي تم من خلالها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. بالنسبة للمهرجان بصراحة يعني يجمع بين بيمزج بين الثقافات كلها والمختلفة سواء كانت المختلفة الأوروبية والمصرية والعربية. حاجة مشرفة جدا إن احنا نعمل مسج اوف بيس من خلال الفن ويبقى فيه ناس من جميع الجنسيات. آخر جمال يعني أقول هي دي مصر يعني بكل معانيها. الجو دوت أنا بنتظره من السنة للسنة، وبعدين مش مهرجان سماع بس. وهكذا نجح مهرجان سماع في دورته 14 الاستثنائية أن يجذب إليه أكبر عدد من الفرق الموسيقية والدول المشاركة، وأن يجذب أيضا نخبة كبيرة من الجمهور التي تستمتع بمختلف الثقافات ليحتل نفسه مكانة متميزة على خريطة المهرجانات العالمية. من محكى القلعة لمياء موافي، التلفزيون المصري.
وبهذا التقرير نصل مع حضراتكم إلى ختام نشرة الظهيرة، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة تأتيكم نشرة إخبارية من التلفزيون المصري. نعم سارة، كما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masbiro.eg. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.